E sempre no final. Vive a nossa cega. Nossa cega, na nossa causa real, vive a intrahepatic cell ou extrahepatic cell. Ela me tem aí. E tem esse tipo local para o grupo de الجهاز الام ار اي اداني رسمه للبيري 3 اداني رسمه للبيري 3
نفس الرسمه اللي باخدها في مين؟ بي ار سي بي اسمها ام ار سي بي. ده اسمه ماجنتيك ريزونانس او ريزونانس بلانجيوم ماجنتور ام ار سي بي. دي اين تعمل ام ار سي بي؟ دي لازم تعمل ام ار سي بي. طبعا اي حاجه لقيتها خلاص بقى
قالوا بقى البروجرام ايه؟ على طول لما بنقول الاسم دي بقى افضل ايه؟ I'm going to deliver the rules.
هيموت من ميدل سرود، هيموت من السنة من الجوج، هيموت من ديفرس الفيلر من السنة من الجوج، هيموت من ريزان انفيرن، هيموت من بليك تاندس. الوقت ده لو الدكتور بره الظهر هيموت. هيموت في الطرار، هيموت من ايه من الطرار؟ من بليك. فالاهلي بتموت بدري، لازم نعمل لها عمليه. تمام؟ والواد ده انا كاتب لكم الانفستيجيشن، هنعمل لاب وهنعمل روتين. لاب وروتراكي جون، روتين وروتراكي جون. الاهلي دول انا بتعمل لهم ايه ار سي تي ولا ام ار سي تي ولا بي تي سي. اصل انا كاتب انفستيجيشن روتين، فانتم فاكرين ممكن يتعمل له وقت. ار سي تي وبي تي سي. روتين دي بقصد بيها يتعمل له لاب روتين بس. روتين وروتراكي جون بس اللاب. محدش هنا دخلي ولا ايه ار سي تي ولا بي تي سي ولا زد. يا ريت تبقى فاهمين مش حاطين. روتين يعني لاب. هما السؤال يعني ينفع اعمل لها ايه ار سي تي؟ ار سي تي بتظهر لكم منين؟ لما الموبايل ده كلها وصل. الوقت السؤال ينفع نعمله بي تي سي؟ ده بي تي اس بعد ده لسه موجود. مفيش بي تي سي الموبايل لسه موجود، ده حاجه كبيره. الان دول بيشخصوا بيه بقى احسن حاجه؟ هاي سكيل. يا فرج الله على الضغط واتطور مع الوقت. احسن حاجه هي الريدي اكتف ماتيريال ديت، تقول لك الموبايل نفسه كلها كده. يبان كده الريدي اكتف ماتيريال كانها شعر. بدل ما تبان ضغط محترمه بتبان كان ما فيش اساسا. لانها فعاله كابيلت دي اسمها هايدا سكان. يبقى الهايدا سكان عندنا دايجنوستيك حاجتين اثنين على الشمال. انت اختار من اكس كيو هايدا سكان احسن حاجه. عشان هايدا سكان ما بتعجبناش. هايدا سكان فيها صافي. هايدا سكان فيها صافي. فيها اكيوت كوليسترايتس، اكيوت كانسر، نون كانسر. اكيوت كانسر. لا كانسر، نون كانسر ده مش طبعا كفايه عليه ولا اقل اساس الاكسامبلز بتاع النون كانسر. والهاي سكان دايجنوستيك ليه كمان؟ بيدرس. تعالوا نشوف هنعالج الواد ده ازاي يا بتوع البيدر يا شطار. تعالوا. المفروض انتوا جروب بيدر. كلنا احنا فاهمين بيدر كويس جدا. بتهيألي فاهمين بيدر كويس. اللي عملها واحد اسمه قصاي، فقصاي محمد شو سميها كده؟
اكتر للتاريخ يعني. فقصايد سماها بورتو انتروستو. بورتو حلوه دي. هو قصايد يعني ايه قصايد؟ بورتو انتروستو. بورتو انتروستو. وعلى فكره بورتو انتروستو اللي بضحك عليه. بورتو انتروستو يعني كلمه انتروستو. انتاتف. مين بيوصف انتاتف؟ فيجرا. فانتروستو يعني فيجرا. وبورتو يعني الرايت ولفت ضغط اللي عند اللاب بتاع مين؟ البورتافيت. فاهم الاخر التيزيفات اسمه ايه؟ الدروستومي رايت ولفت. بس هو حب يسميها اسمع يا شوقي. لا ناجي. هو حب يسميها ايه كصايع عشان تقدر باسمه. بورتو ايه؟ الدروستومي. بدل ما يسميها فاتو الدروستومي سميها بورتو الدروستومي كصايع. قصاي المعلومه مهمه جدا. قصاي عشان تتعمل ركزوا بقى معايا. قصاي عشان تتعمل لازم تتعمل لازم تتعمل باول 3 شهور. ولما نقول لازم تتعمل باول 3 شهور مش معناه انها تتعمل ايه؟ بعد 3 شهور يعني الواد ممكن يعملها عند 40 يوم، الواد ممكن يعملها عند 50 يوم، الواد يعملها عند 60 يوم، ما ينفعش تتعمل بعد 3 شهور، ما ينفعش. غلط ان احنا نعملها بعد 3 شهور. لازم تتعمل في اول 3 شهور. السؤال ليه؟ ليه قصاي لازم تتعمل في اول 3 شهور؟ ان شاء الله تتعمل بكره الصبح. ايوه صار هيموت. ليه؟ هيموت. لا ده بالعكس، هو في الاول بيحصل غلطتين. هو انت سنك عمرها بيحصل غلطتين. لو الكونديشن بروجريسف افتر بيرث. كده؟ اه عارفين الاطفال؟ اه برافو عليك. الكونديشن بروجريسف افتر بيرث. يعني لو انت خليت عليه بعد 4 شهور يا ساره هيبقى كل الحاجات دي برضه ممكن يحصل فيها ادريزيا. الحاجة الوحيدة اللي ما تخليهاش يحصل فيها بروجريسيف ادريزيا ان الباي ايه؟ لا مش ستيزس. الحاجة اللي ما تخليش يحصل فيها ادريزيا ان الباي ايه؟ يمشي. انا عايز الباي يمشي. احنا دلوقتي بروجريسيف ادريزيا. عايز ماشي ليها. عايز الباي يمشي. الحاجة الوحيدة اللي ما تخليهاش علينا نستأذنها ان الشبكة مش الشبكة. أول ما نقدر شهر هتتكسر. فعشان كده الحاجة الوحيدة اللي ما تخليهاش بروجريسيف بيدري فلو فلو فلو. بعد كده بورتو والتروستومي او قصاي دي كونترا ديجيتال بعد 3 شهور. بعد 3 شهور بتاع كونديشن بروجرام. ليه كونترا ديجيتال بعد 3 شهور كده؟ لا عشان بعد 3 شهور عارفين مثلا هيكون دخل فين خلاص بيلسروس خلاص الباي عامل بيلسروس. فقصاي كونترا ديجيتال بعد 3 شهور. بعد 3 شهور كونترا ديجيتال لازم تتعمل في اول 3 شهور. طيب سريع على ادوي. طيب سريع على ادوي.
cultura criminal. Então, vamos juntar lá, podemos olhar aqui. شوي
فالجراح ده اول ما شاف الدم عمل ايه بقى؟ راح جاب كلامب، برافو عليك، جاب كلامب وراح حطه عمياني على مين؟ على سلسله الارض عشان يربطه. وهو بيحط كلامب عمياني على سلسله الارض، كلامب دخل معاه مين؟ هو مايلر. فده جراح قال ايه؟ كلامب. لو هو بيربط سلسله الارض حط كلامب لايف لما عمل هو مايلر. هما نعمل ايه يعني لو سلسله الارض اتعور؟ هناخدها في الاردن. لا عشان هو خلاص هو الدم البيلينج ويف، بس البيلينج ويف والاكسبرس انه ربط مع مين؟ ايوه بيخرج العمليه وعامل مستيك. عميل هو الجراح لازم يعمل مستيك، يعني الجراح اللي لسه فوطه بطن عيان هو لازم ينسى فوطه ولا غير مستيك. هو الجراح التاني بيرد اسمه فايضه. ولاد على فكره عايز اقول لكم حاجه، هو الجراح هنا روبي تاني، تفتكروا روبي تاني يعني. يعني الجراح احنا بنقول ايه اللي يخليه يحصل منه المستيك دي؟ فحصل منه المستيك ده من ثلاث سنوات. حصل منه المستيك انه ما عرفش يمسك نفسه كويس. اول ما لقى بيدي راح حاطط كلاب على ايه؟ على سبيستيك ارتري في كوم فايزر. فالجراح قال طيب الجراح الارعم بقى يعمل ايه؟ الجراح الارعم ده اللي هو يعني قسيس كده. انا مش كده دي عمل ايه جراح السيس ده؟ بص مين دي؟ دي الكوان بايضا. ومين دي؟ دي السيستم ده. ومين دي؟ دي بورد. تمام؟ المفروض ربنا مسهل عليه. يعني ايه ربنا مسهل عليه؟ يعني المفروض يحط هنا ارضه وهنا ايه؟ رابطه ويقص في النص، ربنا ايه؟ مصح عليه. الجراح الارعن او السيس عمل ايه بقى؟ عمل ايه بقى؟ جيبه كده. حط رابطه هنا والرابطه الثانيه اللي على السيستك ضغط امثالها هنا. يا سلام. فكرهم بقى الضغط مقفره ايه بعد العمليه؟ بس هو ما يقدرش يعمله كده. استخدم معاك البورد. ايوه يعني هو بيربط السيستم تارت، ربط السيستم تارت عند دخلتها في الكومبايلر، حتى في الكومبايلر بداية. بس برضه عايز افهمكم حاجه، يعني لازم نبقى فاهمين يعني. هل يعني مثلا لو جراح متخلف، ركزوا معايا والله فاهمكم حاجه، لو جراح المتخلف عمل كده وجراح السيس عمل كده ده يبقى شرط تأديه بعد العملية وده يبقى شرط تأديه بعد العملية. وده جراح متخلف وده جراح سيس. ده كيلو الاوبستراكتيف شرط سي امتى بعد العملية؟ بكرة الصبح. ده دلوقتي لأن قفل الكون بايظ ده فين؟ تمام. ده كيلو الاوبستراكتيف شرط سي امتى بعد العملية؟ لا اديله شرط اديله شهر على الحته دي تعمل ايه؟ ريشر محترم اديله شهر. انما اديله شهر اديله يوم اديله اثنين كل ده يندرج تحت حاجه اسمها بايظ ضغط فين؟ كل ده يندرج تحت حاجه اسمها بايظ ضغط فين؟ احنا بنتكلم الكلام ده ايه اللي خلى الجراح؟ ايه اللي خلى الجراح؟ يبدأ على انه يربط الكون بايظ ضغط وزي ما اتفقنا في الاول انتوا في سنه خمسه كانت الدكتوراه في جودز بالنسبه لكم حاجه من اثنين يا كالفر ايه؟ يا مليجنا ده كان في سنه خمسه. في سنه سته احنا في الجراحه الدكتوراه في جودز عندنا واحده من ثلاثه يا كالفر يا مليجنا يا ايه؟ يا بايظ ضغط فيه يا توجيني يا بايظ ضغط فيه. تمام؟ وعايز اقول لكم حاجه برضه ايه يعني حته الفايت ضغط دي الكونستراكشن بتاعها صعب جدا الكونستراكشن بتاعها صعب جدا ان الجراح بيسعى على ايه في البلدات مثلا يعني انا لما كنت نايم مثلا المفروض الناس تشيل بعضيها يعني الناس تشيل بعضيها يعني ممكن مثلا يبقى جراح مش ستاف وجراح ثاني ستاف تمام فالجراح اللي مش ستاف عادي كلنا بيحصل مننا كومبليكيشن غالبا بيكون مثلا شغال في حته بره وغصب عنه الحته اللي بره دي عبر مين؟ الكون فايتر تمام؟
محتاج بقى حد يعمل له العمليه لارجر اللي احنا هنقولها دلوقتي ريكونستراكشن. مين غالبا اللي بيعرف يعمل ريكونستراكشن؟ اصحاب دفعته اللي معاك في الجامعه. فتلاقي دايما الناس بتشيل بعضيها، يعني انت لو مختص وعندك دقيقه او اربع موبايل غلط بره ما تسيحلوش، انت خد الدرجات عندك وايه؟ او اعمل له ريكونستراكشن. الريكونستراكشن بتاع الموبايل ده او الريسبونس بتاع الحامل دلوقتي صعب جدا. الناس تظهر اللي في الموبايل ده بتتعور. فاضل بقى العيان او جراح المحاسبه. ليه بقى واحد محاسبه بيعور الموبايل ده؟ بحيث ان الاثنين ايه؟ مش ماشيين مع بعض. المحاسبه بيعمل ايه بقى؟ انا بقول لكم المحاسبه بيعمل ايه؟ المحاسبه خايف طبعا وسمع لكل الناس عوروا ايه؟ الموبايل ده. وسمع امبارح ان الدكتور فلان وهو بيعمل ابروسكوبيك والستيك عور مين؟ الموبايل ده. وسمع ان اعلان عور الموبايل ده وهو النهارده جاي مش عايز ايه؟ مش عايز اعور الموبايل ده، تمام؟ فراح شاف المنظر ده. اهو. وبعد كده مع نفسه عمل سكريبتوريزيشن، طلع الاعلانات بتاعته، ولا في دي ديسكتر كوميدي موبايل، تمام؟ بعد كده لا قال لك انا مش مطمن، انا هسالك اكتر. عشان اطمن ان دي ديسكتر كوميدي موبايل. بعد ما شاف المنظر ده كان قال لك لا انا هسالك اكتر. يعني بالبلدي كده هو عايز يطمن دي ديسكتر كوميدي موبايل، فقال لك موبايل كلها سيكون اصابع. عشان يطمن ان دي موبايل لوحدها ومين دي؟ ايه المشكله انه خلاها سكوته؟ يعني ايه سكوته بالانجليزي؟ يعني عملها دايسكشن، فول دايسكشن. قعد دايسكشن فيها من كده. عملها دايسكشن عشان يطمن عليه. الدايسكشن بتاع الاوركان بيعمل ايه؟ يعني لو انا شرحت اوركان بزياده انا ممكن اتابع عليه ولا مش واخد بالي. لو انا بشرح اوركان بزياده بخليه دايسكشن بزياده انا ممكن اكون معور زي ولا مش واخد بالي. مين ده؟ الدوسه طيب كده. بتبقى مايلو برانشز، مايلو برانشز. يعني ده واحد من كتر ما هو عايز يطمن عليها عور انها سليمه وزي الفل كده وخلاها بالبلدي فولي دايسكتد، يعني خلاها بالبلدي سكوته قصاده عشان يطمن دي سكتد دارك ويدي ودي هو مايلو دارك عور البلس سبلاي ومش واخد كلها مايلو برانشز. فلما تعور البلس سبلاي دي بعد ثلاث شهور يحصل فيها حاجه اسمها وات؟ اسكيمك فايبروز. بعد ثلاث شهور يحصل فيها اسكيمك فايبروز. اسكيمك فايبروز. طيب. في الاخر كده في اربع مواقف ساعات الجراح بيضطر يربط فيهم جوه مايل دارك في الارض. مين اكثر موقف كان بيحصل من الاربعه؟ المتخلف ولا الاول ولا الهرم ولا المعادله؟ لا متخلف ده الواحد. اكتر حاجه على فكره الهواء في الارض دول اكتر اثنين بيرفضوا الكمام بايظه. طبعا الهواء اول ما شاف البيت يتحط في نعمه والثاني يعرف. على فكره الشرح ده مش عليك، انتوا اللي عليكم في الاخر ان العيان عمل عمليه وبعد العمليه دخل في باطن. بعد العمليه ده هو فراك في كلونتس بدا احتمال يطلع عنده بايت دارك في ايه؟ احتمال يطلع بايت دارك في ايه؟ طيب طبعا انت جوندس عاديه، ما نفتكرش يعني ايه جوندس عاديه؟ جوندس عاديه يعني دارك تورين يعني كلين كلر ستون. لما نيجي نعمل له انفستيجيشن هنعمل له توتال بلومن وتوتال بلومن وفرانس بروتيز، هنخاف ده يطلع في فرانجايتس، هنخاف يدخل في بريك تندنسي، هنخاف يدخل في رينال فيلير. يعني عيان الفايت دارك تيجي وعارف ما قلنا فايت دارك تيجي العيان مر اضطراب ايه؟ جوندس. طيب نعمل له بقى انفستيجيشن ونعرفه ازاي؟ نعمل له انفستيجيشن ونعرفه ازاي؟ لاب روتين هنكتب الانفستيجيشن اللي هي مكتوبه لو مش مكتوب. البنزول مش عليه، البنزول مش عليه. البنزول ده هتلاقيه موجود تقريبا في التراب. بس الجيش لو فيها ثلاث بيجي لو انت في التراب. ايوه اشرب. يا ابني ما تخليها هي تدخل في التراب من الحرب. يا ابني يمكن تنفعك. بعدين بنجيب اللي عندك هنعمله اي ار سي تي هنعمله بي بي سي. ايه هدف اي ار سي تي والبي بي سي؟ يعني ليه هنعمله اي ار سي تي هنعمله بي بي سي؟ هيحاول تعمل اس بي يعمل ايه في الفايتر تيجي وهيحاول تعمل بي سي يعمل ايه في الفايتر تيجي. هيحاول يعمل ايه دكتور تعمل اس بي او بي بي سي لو عندك فايتر تيجي. ده كده ده
رياض بيوت بي سي هيحاول يركب الناس. الست دي برضو حالة ترانزيان. دي حالة ترانزيان. حالة ترانزيان بليف مين؟ اوبستراكتيف نوز. ما طول ما الجوستس عالية مينا يعني نايم يبقى انا خايف منين؟ من كولانجيتس ورينا الفيلير بري اكزامينسي. عشان ما اخافش من كولانجيتس ورينا الفيلير والاوبستراكتيف نوز ربنا يخليكم الكالكيو سوري المالجنت او البال دكت انجري هنحاول نركب الست تعدي دي الاستريشن. ايه بقى اللي عندنا علاج بقى اللونج ران؟ اللونج ران مش عايز علاج واحد. لو انا كاتب في الورق 13 علاج بنعمل علاج واحد. هو الوحيد اللي يقدر نجاح. اي علاج للبايت ده في اللي هيحاولوا فشل. فشل سريع. ادي الليفر ادي كمان بايت ده في ايه؟ وادي السيسبيكتاكت مربوطه طبعا. تمام؟ ليه السيسبيكتاكت مربوطه بالمناسبه؟ عشان بعمل العملية وادي الرابطة جاية على جين كمان. أكون بايظة وادي هنا كومن ريباتي دارك وادي الليفر. وطبعا دي كل نفس. دي كل نفس. عشان في فايليشن دي جدا بتاعها تاني. وادي كومن ريباتي دارك اهو ترفع بس الليفر شوية فوق زيادة. هيبتدي منهم حاجة واحدة اللي تنفع العين دوت. مش هنخترع لو انا عندي فايل ده في ايه حل الوحيد؟ دي مين؟ هو نفس العمليه بتتكرر مليون مره تحسوا ان في الاخر كل الوصلات بتتوقف. الرول ماي ده بتشرب اللي انت بيعمل الرول ماي ده بتشرب هو ده الحل. وساعات نفس الفكره ساعات نفس الفكره يبقى بالراحه المتخلف رغم ان كومن ريباتي كارت كلها كانت سكرسنون برضه ساعات كومن ريباتي كارت كلها مربوطه ليه؟ كانت سكرسنون بالراحه الثانيه لا يعني حط كومن ريباتي كارت كلها لو كومن ريباتي كارت اخيرا انا عرفت ليه حط الباك ريس عشان اشرح دي اللابس ضغط نعمل حاجه اسمها لابس ضغط يبقى ما تكونش الاولى نعمل حاجه اسمها لابس ضغط يبقى ما تكونش الاولى اشمعنى لابس ضغط زي الدكتور